أنا من الناس اللي عشت في أمريكا 10 سنوات، كانت منتجات النخيل بكافة أشكالها مش التمور فقط تباع على المواقع الإلكترونية بأسعار فلكية. اليوم تشوف منتجات ناس فكرت خارج الصندوق في كثير أشياء، في الكوكيز، في الخبز، حتى في جذوع النخل استعملوها في البخور وفي التدخين، استعملوا الجريد حق النخل في صناعات تحويلية كثيرة، نواة التمر صنعوا منها قهوة، صنعوا منها دقيق، صنعوا منها أمور طبية، أمور علاجية. أنا حالياً استغليت النخلة من خلال رطبها، من خلال تمرها، طلعت من الرطب عصير الرطب، عملت من الرطب، أخذت نواة التمر وطحنتها وحمصتها وطحنتها وعملت منها قهوة، وضعتها على عصير الرطب أو الحليب، خليت منها رطب لاتيه. نفس الوقت أخذت عصير الرطب هذا وحطيته في آلة الآيس كريم، طلعت منه آيس كريم رطب، يأكل الصغير يأكل الكبير في أي وقت، قيمة غذائية ووجبة. أيضا اليوم الفود اندستري اللي أنا متخصص فيها الأكل، سوينا قبل تقريبا شهرين في معرض التمور أكثر من 750 طبق كلها داخلة فيها منتجات التمر. إحنا حولنا فاقد زراعي إلى منتج تجاري، فبدأنا من نواة التمور، استخرجنا منها الزيت وطلعنا منها منتجات تجميل في البداية، ثم سوينا منها كمادات. والعام الماضي أخذنا مخلفات النخيل اللي يتسمى من الكرب وطلعنا منها منتج طبينة، عملنا منها روائح للمنزل داخلية. هو إذا ما وجدنا حنا ذوق المستهلك احنا ما بنعرف نسوق واقعا، لكن لابد احنا نوجد ذوق المستهلك. اليوم الجيل اختلف، الجيل الماضي كان يأكل التمرة كما هي، الجيل الجديد لا، يبقى صناعات تحويليه، يعني احنا وصلنا الى بعض المنتجات ان احنا نصلحها يستهلكها الصغير والكبير، يعني لو ما صنعنا تحويليات يمكن ما يستهلك. اليوم التحويليات اخذت حوالي 30% من التمور المنتجه. الحقيقه في ابداعات كثيره جدا، والان المصانع القائمه في الاحساء والمصانع الاخرى تقوم بابتكارات وابداعات جديده، كل سنه نرى ابداع جديد من استخدامات مشتقات النخله ومشتقات التمور.